بالتزامن مع انعقاد مؤتمر العقيدة الاجتماعية في إيطاليا، سلط برنامج صباحكم نور الذي تقدمه وتعده الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة الضوء على تعليم الكنيسة الأخلاقي والذي تتفرع منه العقيدة الاجتماعية في الكنيسة الكاثوليكية، حيث استضاف البرنامج في حلقته لهذا الأسبوع الأب نايف سمعان رئيس دير الأباء البوليسيين في حريصة لبنان، والأب القاضي مودي هنديلي كاهن كنيسة مار الياس في جبل الحسين. وقد ربط الأب سمعان بين الواقع الاجتماعي في زمن تفشي كورونا وبين حضور الكنيسة الاجتماعي في زمن أصبحت فيه بيوت كل المسيحيين كنائس مصلية بحسب تعبيره. كما تسلسل الأب هنديلي تاريخيا بالحضور الاجتماعي الأخلاقي للعمل الرعوي وشفاء جروح المتألمين، عارضا خبرته الروحية في المحكمة الكنائسية خلال السنوات العشرة الماضية. فإلى هناك الكنيسي دكتورة باسمة وأبونا جورج، الكنيسي هي ليست غايبة عن المجتمع، هي من ضمن المجتمع. والكنيسي ليست بناء، الكنيسة هي بشر، هي إنسان، والإنسان عنده حقوقه، والكان كانت كنيسي يعني كان من ضمن الكنيسة، من ضمن السلك الكنسي، أو كان إنسان علماني. كلياتنا بموقعنا نمثل كنيسة كبيرة أو صغيرة بحسب إيماننا وبحسب انتمائنا للرب يسوع، كل واحد بانتمائه. كلياتنا سواء منشكل هالقيمة الإنسانية يلي الرب وجدها وعم تخلع شوي شوي من المجتمع بسبب ظلم معين، والكنيسة لا يجوز أن تصمت بهذا المجال، لأنه هي تتألم أيضا لأنها شخص اعتباري يرأسها إنسان، والمرؤوسين فيها هم بشر، كلهم سوا مخلوقين على صورة الله، وفي عندهم حقوق، في عندهم كرامة، في عندهم عدالة. مفروض الكنيسة وحتى الدولة تعطي لكل إنسان حقه وكرامته. هالشي هيدا يلي بيميز الإنسان المخلوق لأنه على صورة الله، بيمتاز أنه في عنده حقوق وكرامة مفروض أنه ينالها بحياته على هالأرض، وما حدا بيحق له يسلب إياه. نعم أبونا، احنا كثير اليوم سعداء وبتطل علينا من هالواحة الإيمانية، يعني دير الآباء البوليسيين في حريصة المكان الأجمل اللي قضينا فيه أحلى سنوات الدراسة. انت ابن الدير أبونا جورج، انت ابن الدير أبونا جورج. طبعا نفتخر ونعتز يا أبونا بهذه الكنيسة اللي فعلا هي متحف، مش كنيسة، هي متحف ومزار في آن معان. ويعني قديش خلية نحل دائما العالم فيها، فكيف هلا مع هاي الظروف؟ اعتقد انه حسيته كمان انه الحركة شوية بالكنيسة خفت، صحيح؟ خفت، شيء طبيعي ابونا، شيء طبيعي بسبب المرض. حياة الانسان غالية عليه كتير، وغالية علينا كمان. نحن اذا في صلاة بدها تعمل مشكلة، بدها تعمل أزمة صحية للناس، لا، ربنا عقله كبير وبيعرف أنه منقدر نصلي له وين ما كان، نسكر بيوتنا ومنقعد بزوايا بيوتنا ومنصلي، ربنا بيسمعنا. منحول بيوتنا لكنائس أبونا جورج. نعم صحيح. لأنه ربما هيدي كمان يمكن إيجابية، أنه زربتنا بهالبيوت يمكن لحتى نقدر نحول بيوتنا لكنائس صغيرة، وهيدا أفانتاج لإلنا. تحولت الكنيسة الكبيرة هالبازيليك عنا لبيوت صغيرة، تحولت لكنيسة صغيرة. وأنا بموقعي كخور رعية عم باخد مناولة تقريبا أسبوعيا بين منطقة درعون وحريصة وبزمار وهالمنطقة اللي أنا مسؤول عنها، امتدادنا إلى منطقة جوني وأدمة وغزير، هالمنطقة اللي كنت مسؤول عنها أنا من سنتين قبل ما أطلع على حريصة. بعدني على تواصل، وين ما فوت ومعي المناولة معي جسد الرب، منصلي 5 دقائق أحيانا 10 دقائق قبل ما نعطي المناولة. ربما هذا كمان هاللي كانوا يجوا على الكنيسة اللي عند يسوع، صار يسوع يزورهم ببيوتهم، ونحن بحاجة إنه الرب يزورنا ببيوتنا، بس علينا أن نفتح بيوتنا لاستقبال الرب. يمكن هاي دي صفة، نحن منحب نصلي بالكنيسة طبعا،
لأنه الكنيسة هي بيت الله ومكان يلي بيلتقوا فيه المؤمنين الأصدقاء الأخوة مع بعضهم البعض. في ألم بعدم لقائنا أكيد، ولكن في فرح ولو كان مبطن أو صغير بتحويل هالبيت إلى كنيسة صغيرة بيلتقي فيها العيلة مع الرب يسوع العذراء مريم. الكنيسة اليوم بدها توجه رسالة لكل مؤمن مسيحي، بدها تذكرهم بأنه دعوة السيد المسيح للمحبة، المحبة لا تجف ولا تصنع ولا تشترى، والمحبة مجانية. ومع مين؟ مع محبة القريب واحترام شخصية الآخرين وخدمته. فتعليم الكنيسة الاجتماعي اليوم بذكرنا، وخاصة باقتراب عيد الميلاد، زيارة المرضى، إطعام هالجياع، تقديم مساعدة للإنسان. وفي عبارة جميلة: إسعاد اليائسين. وأيضا بزمن هالكورونا نترك القسوة الإنسانية ونتجه نحو رحمة الله اللامتناهية. فاليوم تعليم الكنيسة واضح، حتى يعني نمتلك قلب حنون لا يخجل ولا يجرح ولا يلوم ولا يوبخ، نمتلك هالقلوب اللي بتصنع الخير. فبكل فترة من الفترات نشوف الكنيسة تعيد النظر بالصياغة التطبيقية للتعليم الكنيسة الاجتماعية، حتى ما يكون الإنسان قاسي في تعامله، حتى ما يكون الإنسان يعتبر الشخص الآخر شيء مش إنسان. فاليوم هذا البعد اللي عم تطلبه منا الكنيسة على لسان قداسة البابا وعلى لسان الأساقفة والكهنة. نعم أبونا، حضرتك ناشط اجتماعي، يعني اعتدنا وخصوصا في زمن الميلاد حفلة البابا نويل بيكونوا بالمئات الأشخاص عندك على المدرج. السنة الماضية لما حضرناها توزيع المواد والنشاط الضخم المكثف في هاي الفترة، ما بعرف مع الجائحة رح تستطيعوا تعملوا إشي للأطفال؟ رح تكون الكنيسة كالمعتاد ولا كيف رح تعملوا؟ أبونا، يعني هالسنة وزي كل سنة في آية جميلة لنبي أشعيا يقول: ها أنا ذا يا رب إني مستعد أرسلني. يعني بالعكس الكنيسة اليوم تبرز في وقت التحدي، يعني قوة وعظمة الكنيسة وقوة الإيمان المسيحي وقت تجارب ومحن يسوع المسيح. بالعكس يعني في قلب كورونا نستطيع إنه نستمر بهذا العمل ولكن بعدد قليل، يعني مش بالمئات. نستطيع أنه نوزع، نستطيع أن نعطي فرح، ونستطيع أن نكون رسالة للكنيسة الشاهدة للمسيح، ونستطيع أن نعلن بشارته الخلاصية لجميع الناس بكل بساطة. يعني لأنه اليوم بالميلاد أجمل رسالة هي أنه نوصل حقيقة الإنجيل ونحول حركة القلب نحو الله. فكما يقول يسوع: كما أرسلني أبي أرسلكم أنا أيضا، اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. آمين يا أبونا.